it will be diminished. يقل. لكن will not be lost. ده لو ناحية دي اتضربت الناحية التانية شغالة وبتوصل للودنين وتوصل للسنتر اوف هيرنج ده والسنتر اوف هيرنج ده. فاهمين حاجة؟ عشان كده طالما الأذن سليمة أي ريجن بعد كده هيبقى diminished hearing، مفيش loss of hearing. حتى لو السنتر اوف هيرنج نفسه اتضرب على الناحية اليمين السنتر الناحية الشمال هيسمع وبيسمع برضه. يسمع الودنين. ولذلك ليجن في البونز بس انا خفت اترعب بصراحه اول ما فكرت بتفجري حاجه يعني حاجه اختار ان هو بس ما حصلش الحمد لله بس انا خفت يعني الحمد لله خفت انا مش هرسم الرسمه ده بس انتوا فاهمينها بس انا هرسم الترابيزويد بودن اهو عشان يظل معروف وسيلز كده اهو وسيلز كده وسيلز كده ومش عارف اي حاجه لكن المهم هيطلع من ده من هنا اللاترال للليسكس هيطلع من هنا اللاترال للليسكس وانتوا فاهمين قصه اللاترال للليسكس وفاهمين الترابيزويد بودي وقصته ايه بالظبط تمام كده؟ كوكليا نيوكليا ليجن في البونز will not damage hearing لكن هيحصل decrease the hearing affliction of hearing لكن loss of hearing لا مش هيحصل طيب ان هو في vestibular nuclei في medial vestibular nuclei في another vestibular nuclei والفستيبلر نيوكلياي ده هي بتعمل فستيبلر نير واي ليجن في الفستيبلر نيوكلياي ده هي هيديني ايه؟ نوزيا وبومدين وفرتايبو الاقي الدنيا يا اما الدنيا بتلف بيه يا اما هو بيلف لك دماغي بيلف يا اما الدنيا بتلف بيه فرتايبو والستاجموس الستاجموس ابص الاقي العين وهو بيقدر ابص الاقي المحركه يمين تتحرك شمال حركه منها نفسها الستاجموس و الستاجموس وفي فيرتايبو كاركترستيك ليها فيرتايبو بالذات زي نيوزيوم وطن ده بالنسبة للفستيبلر نيوكلياي. نيجي لقصة تانية. الليفل ده كان عند الفيشيال مين؟ كوليكلس. يعني هلاقي الفيشيال نيرف لازم نيوكليس تعبى اهي. فيشيال نيرف. نيوكليس موجودة في البونز. مش كده وبس ده السيكس كرينيان نال نيوكليوس موجودة ومش كده وبس ده الفايبرز بتاعت الفيشيال نال ده هي بتيجي لفة حوالين النيوكليوس بتاعت نمرة ستة وتيجي نازلة طالعة لبره والفايبرز ماشية كده اهو ولذلك مش انا لما قلت لكم البوستير اسبكت بتاع البونز قلنا في فيشيال كوليكولاس انت مكلكعه الفيشيال كوليكولاس اهي معموله بالسكس كرينيال نيرف نيوكليس وزائد الفايبرز بتاعت الفيشيال نيرف وبيسموه عندنا بروسين اهو ده الفورس فيرتيكال وراه عندنا الفيشيال كوليكولاس فالفيشيال كوليكولاس ما هي الا الابديوسن نيرف نيوكليس ابدوسنت اللي هو 6 كرينيال نيرف ابدوسنت زائد الفايبرز بتاعت الفيشيال نيوكليس معديه عليهم يعملوا فيشيال كوليكولاس فيشيال ايه؟
und leben lassen. Lies, listen, schuf. نختار ان حصل ليجن في البونز ممكن تتعور مين؟ ممكن تتعور مين؟ الفيشيا. ماذا حدث اذا الابيوزر راح؟ العين اهي. وادي عين اهي. اثر على المصل؟ ايه؟ على المصل صار في العين؟ مع المصل. اسالني مصل. يعني انا عندي الايه؟ العين اهي والعين اهي وادي عين اهي. اللاترال ريكتس لاترال ريكتس مصر سبلايد بالابديوسنت نير اللي هو كرينال نير نمرة 6 تعمل مش ده ابديوسنت تعمل ابدكشن للاي ابدكشن للاي يعني تخلي العين تطلع لبره طبعا دي لما تطلع هنا اهو دي هتيجي كده عشان اشوف ناحيتي فالابدكشن بتاع الايدر مين معمول بمين؟ الابدوسر يعني خلي العين تطلع لبره كده ابدكشن ابدوسر لاترال ريكتس نفترض ان هذه اللاترال ريكتس راحت بالسلامه في ميديا ريكتس هنا اهو هتشد العين لجوه كده اهو ابص الاقي العيان وهو بيبص لقدام عينيه السليمه اهي في النص وعينيه الثانيه لجوه انور ديفيشن انور دايركشن للعين لان الراتا ريكتس راحت الميديا ريكتس هتشدها ناحيه ناحيه الميديا الاسفل بلاقي العيان بيبص لقدام دي سليمه اهي العين اهي ولكن دي داخله لجوه بيسموه ده كونفرجن كونفرجن يعني داخل وجوه كونفرجن سكوينت يعني حول سكوينت يعني حول وكونفرجن يعني داخل ولذلك لو حصل ليجن في البونز ممكن الاقي العين عنده ايه؟ كونفرجن سكوينت مين؟ سكوينت conversion mean squint conversion squint معناها بونس بالضرب على طول على طول طيب الفيشيال نيرف فيش اكسبريشن ده بيغذي الفيس كله ده الموتور نيرف سبلاي بتاع الفيس لو حصل ان الليجن في البونز هيتضرب مين؟ الفيشال نيوكليس. ايه المانيفستيشن اللي تقول لي ان العيان الموت الفيشال اتضرب لسه ما حصلش لسه ما كده كل العضلات مش ضعيفه صح؟ ابص الاقي يعني لو ضرب اليمين ده المصل اللي حوالين العين ده هي اللي بتقفل العين كده اهو دي هبص الاقيها مقفوله ودي مفتوحه لأن المصل دي paralyzed. المصل ده هي اسمها الباكسينيتور. المضغ دي وانت بتمضغ الاكل الباكسينيتور ده هي تجي ايه الاكل احيانا يتحوش ما بين ال 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 التشيك وما بين السنان في حفره في النص تيجي المصل ده هي كونتراكتد زي داخل على اللسان عشان يتبلع. فتمنع accumulation of food في الفيستيبول بتاع الماوس. لو حصل لها paralysis هيتجمع الاكل في الفيستيبول وبص الاقي العين وهو بياكل يحصل dribbling of food وهو بياكل ليه؟ لان دي paralyzed مش قادر تشد فيتجمع الاكل وينزل dribbling of food from the angle of the mouse. الحاجة يعني انا مش عايز ايه ازود عشان تضبط تفصيل لكن الكلاسيك بلان ثانيا نفترض انك انت قاعده بتذاكر ودخل عليك عفريت هتعملي ايه؟ هتتخض كده اهو هتبص الحاجب ده اترفع لفوق اوتوماتيكال
اللي بترفعه المصري هنا هو اسمها فرانتاز سبلاي بالفيشن نيرف ايضا. لو انت عندك فيشن نيرف باراليسيز ودخل عفريت مش هتعرف تعملي سربرايز. حتى هو العفريت يمكن يتخض. دي ما تخضيش ولا لا. فده فيشن نيرف باراليسيز. فيشن نيرف باراليسيز. اخلي العين دي عيني مفتوح هو افتحها حبيبي لكن دي اقفل ما اقدرش افتحها والاكل ينزل معاه وانابيلتي توريز في حاجات ثانيه بس مش عايز تخش لكن في فيشن نيرف باراليسيس لو لقيت فيشن نيرف بونز تعملي فيشن نيرف باراليسيس تمام في هنا هوت سباينال لمنسكس وفي هنا اهوت ميديال لمنسكس ميديال لمنسكس وسباينال لمنسكس السباينال لمنسكس دي كانت شايله ايه؟ البين والتمبريتشر اوف ذا اوبس سايد اوف ذا بودي وزيك لو حصل ليجن فيها لوس اوف بين اند تمبريتشر اوف ذا اوبس سايد اوف ذا بودي الميديال لمنسكس كانت شايله ايه؟ البروبوزيتيف سنسيشن اوف ذا اوبس سايد اوف ذا بودي لانها حصل لها ديكاسيشن في المضله فهلوصوا بروبريسنتيف سنسيشن على الاوتر سايد اوف ذا بودي على طول. انت بتدلعي الكلام صح؟ عماله تشرب ميه كتير. كل جمله اقولها تعمل دايجيشن. بس اللي جاي بقى مش هتعرف تعمله دايجيشن. اللي جاي بقى مش هتحل. لو انا خدت سيكشن فوق ده كان سيكشن تحت فيشر كوليكولاس لو خد سيكشن فوق هلاقي نفس الكونتنت هي هياها بس هيزيد عليها هبص الاقي الموتور نيوكليس بتاع الترايجيمينال نيرف والمين سنسور نيوكليس بتاع الترايجيمينال نيرف هم دول هيزيدوا بس موتور نيوكليس اوف ترايجيمينال نيرف كرينر نمبر 5 والمين سنسوري نيوكليس اوف ذا ترايجيمينال نيرف المين سنسوري نيوكليس ده هي زي الميديال ليمنسكس بتشيل البروبيوسيبتيف سنسيشن واللاي تاتش من الفيس بالظبط الموتور ده هي بتسبلاي المسل بتاعت الماستيكيشن لسه تمبراليس ماسل دي سبلاي بيها ابص الى اللاترال والميديال ترفويد ولا انت فاهمين حاجه من السيتر ولا انت فاهمين اي حاجه لو انا اتكيت على اسناني اوكي هتلاقي تمبراليس ماسل ده السيتر ماسل دول بيرفعوا الفك لفوق لاترال ترجويد ماسل بتنزله لتحت فالموفمنت بتاع الجو سبلايد بي الموتور بتاع الترجمه سواء ان افتح بوقي اقفل بوقي امضغ الاكل سايد تو سايد موفمنت للباك اطلع الباك لقدام ارجعه لورا كل الموفمنت بتاع الجو السبلايد باي ذا ترايجيمينال نيرف نيوكليس موتور نيوكليس ترايجيمينال نيرف ولذلك لو حصل ليجن في البونز الموفمنت بتاعت الجو ويل بي افكت اوف ذات سايد السنسيشن بتاع الفيس اللي هو البروبريتيف سنسيشن ويل بي افكت يعني المس خده كده اهو ما يحسش بيا ما يحسش بحاجه لكن اجيب عود كبريت واولع في وشه يحس ليه؟ عشان تمبريتشر عشان السباينال جدع عشان كان في سباينال نيوكليس اوف ذا ترايجيمينال نير فاكر في المظله كنا نكتب سباينال نيوكليس اوف ترايجيمينال نير دي اتكلم بين والتمبريتشر بتاع الفيس هنا مش موجوده خلاص هي من السباينال كورد والمظله يا دوب هم كفايه او كده
عشان كده لو حصل ليجن في البونز البين والتمبريتشر سنسيشن اوف ذا فيس ويل بي بريزنت، لكن الفاين تاتش والبروبيوسيتيف سنسيشن ويل بي لوس. اجي العين اطبطب عليه كده هو ما يحسش، لكن ادسعه يحس. ليه؟ لان هدسعه يبقى في الم، انما هسعد بالراحه كده هو ولا هو هنا. فاللايت تاتش ويل بي لوس، لكن البينو تمبريتشر بيرسيست اند اكزيست اند كو اكزيست. رضيتوا ام لم ترضوا؟ غصب عنكم. ولا انتوا فاهمين حاجه؟ انتوا فاهمين حاجه؟ ايوه. هي دي البونز، هي دي البونز، هي دي البونز لغايه تتعب. وفي الكومن كويستشن يقول لك عين عنده 70 سنة has مثلا head injury on examination he found he has a right hemiplegia and the left eye showed conversion squint. So the lesion is most probably lies at cerebral cortex and blah blah bones. 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 ليه بقى؟ لان انا هضرب دي هتديني كونترا لاترال هيمبليجيا، وهضرب دي هتدينا كونفرشن سكوت اوف ذا سيم سايد. لو لقيت هيمبليجيا في وان سايد وكرينيال نيرف افكشن اون ذا اذر سايد اعرف ان ليجن في البرين ستام على طول. اشوف ان نيوكلاس اتضرب سته وسبعه وثمانية وخمسة موجودين في البونز، مش ستة اتضرب يبقى البونز على طول. وهتلاقي هيمبليجيا اون وان سايد وكونفرجن سكوينت اون ذا اذر سايد. اون ذا سيم سايد اوف ذا ليجن. لكن لا اون ذا كونترا هيمبليجيا اون ذا كونترا لاترال الفايبرز دي هتكروس الميدل لاين. لكن دي ما تكروسش ولا حاجة، ما حصلهاش أي حاجة كروس ولا حاجة. انتوا فاهمين حاجة؟ ولا مش فاهمين حاجة؟ رايت هيمبليجيا اون اكزامينشن اوف ذا فيس يجي او في الامتحان العمل يقول لك ميجن كومبلين اوف رايت هيمبليجيا، وبعدين يجيب لك صورة الفيس كاركترستيك لي الفيشال بونس، ويكتب السؤال ذا ليجن هوتش هوتش اوف ذا فولوينج ارياز، ويجيب لك بونس ومضلة ومبرين و A و B و C. عشان تقول طالما فيشيال لان هتشوف الصوره هتلاقي فيشيال بولسي. وكاركترستيك الفيشيال بولسي اقول للعيان وريني سنانك. فلما يفتح وريني سنانك ابص على الانجل وزي ما قلت ديفيير بالكرهاء تو ذا اوبز سايد. يعني لو ليجن نهار تو ذا اوبز سايد ودي كاركترستيك في الصوره. هتلاقي الصورة واحد فاتح بقه والانجل ديفيتد كده اهو، ديفيتد كده اهو، دي الاخ ده النورمال سايد، يبقى ليجن هنا اهو. انتوا فاهمين حاجة؟ ايوه. دي كاركترستيك في المنظر بتاع الصورة بتاعت الفيشال بوكس. بتنزل في العمل فوريرا. فوريرا. نزلت في العمل السنة اللي بس كانت نزلت في المضلمة. عيان عنده هيمبليجيا وان اكزامينشن اوف ذا تانج ذا تانج ديفييتد تو ذا سيم سايد اوف ذا ليجن ان هونش اوف ذا فولوينج مش عارف اريا وجبت مضله وبونز وسربيلا وحطيت اي بي سي طبعا موجوده في المضله